تخافيش، محمود مستنيكوا تحت. محمود انت واثق فيه؟ واثق فيه، واثق فيه يا حنان، واثق فيه. لا يقول لرحيم. واثق فيه. محمود عمره ما اشتغل مع رحيم. طول الوقت كان بيشتغل معايا انا بس. يلا. طيب ماشي. يا حنان يا ماما خليه يبعد. سكتي بنتك وانا قسما بالله ازعلها عليك وقت. لا 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 لا، انتوا عايزين مننا ايه؟ ما تسيبونا في حالنا. الله، عايزين مننا ايه؟ هسيبكم احنا بقى في بيننا دم؟ دم؟ انتوا اللي عملتوا الدم مش احنا. انتوا اللي ما راعيتوش العشر. طب احنا ولاد كلب رنا، زياد ذنبه ايه؟ زياد ما كانش يدعى بأي حاجة، هو الوحيد اللي كان بره الحدوتة، ولما دخل الحدوتة مات. عارف انا يرضيني يا حنان ان انا احرق قلب حلمي على بنته طول عمره عشان يحس باللي انا حاسس بيه دلوقتي. ابعد عننا بقى، ابعد عننا. عايز مننا ايه؟ حلمي فين؟ معرفش. حلمي فين يا حنان؟ معرفش. سيد، سيبهم يا سيد. هسيبهم؟ انت عايز مني ايه؟ انا مش هسيبهم غير لما اعرف حلمي فين. انا هوصل له واخد منه حق زياد، بس مش بالطريقه دي. نعم يا اخويا. انت مين انت عشان تقول لي انا اعمل ايه وما اعملش ايه؟ انت مين اصلا؟ تقرب ايه لزياد؟ تعرفوا منين عشان تحدد مين يجيب حقه؟ هو انت اللي ربيته؟ شفته هو بيكبر قصاد عينيكوا بيبقى راجل؟ انت كنت مرمي في السجن وقبلها تجري على حالك. انا والحق اللي عشنا معاه كنت بقى جنبه في حزنه ومرضه. أنا كنت أبوه وأمه. أنت مين؟ أنا السبب يا سيد، أنا السبب في موت زياد وموت عزة وعذاب رحاب معاك. أنا السبب في كل أذية حصلت للعيلة دي، علشان كده أنا اللي لازم أصلح الغلط بنفسي مش أي حد تاني. هات يا سيد. ايه؟ اوعى تكون مستنيني انا اشكرك. لا، مش مستنيها منك، بس اللي انا عايز اعرفه ليه حلمي عمل كده؟ ليه استنى كل ده بعد اللي حصل في مصر؟ انا قلت لهم على الحقيقه، قلت لهم اللي حصل بيننا. ايه؟ قلت لهم ان انا اتظلمت؟ اه، انت اتظلمت، لكن اخوك مش مظلوم. هشام، هشام ايه دخله باللي حصل؟ يا سلام، انت ما تعرفش اخوك عمل ايه؟ عمل ايه؟
هشام في ايه يا رحيم؟ اوه في ايه يا رحيم؟ الله 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 دي محكيتش على اللي عملته معاها وانت صدقتها بتعمل حوار عشان توقع بيني وبينك دي الحاجة الوحيدة اللي كانت ناقصة عشان افهم حلمي عمل معايا كده ليه؟ انا ما عملتش حاجة اخرس انت قول لي يا رحيم في ايه طيب؟ قول لابوك عملت ايه؟ ريم حامل من هشام يا لهوي حامل منك الكلام اللي انا بسمعه ده مظبوط يعني انت؟ رد عليا مظبوط الكلام ده؟ انت بره يا لم هدومك وغور وسيب البيت ده ما اشوفش وشك هنا تاني بره تعالى هنا انت رايح فين؟ يعني يعني انت يعني تعالى هنا وحيرك يا ابني انت رايح بقول لك حبيبي الله ونعم الوكيل فيك يا هشام اتخطفوا؟ اتخطفوا ازاي؟ انت في ثلاثة طلعوا بسلاح ما عرفتش اتصرف معاهم امال انا بعتك معاهم ليه؟ ما عرفتش اعمل ايه؟ مين؟ مين اللي خطفه؟ معرفوش ابراهيم مفيش غير رحيم محمود خليك برا القصر محدش يدخل ولا يخرج منه يلا في مراتي وبنتي يا رحيم هي وصلت بك الندالة انك تخطف مراتي وبنتي انا ما خطفتش مراتك وبنتك انا خلصتهم من ايد اللي خطفوهم مراتك وبنتك دول بنت ومرات صاحب عمري مش الواد اللي لسه خارج من شوية ده اللي انت بعته يقتل أمينة أمينة تستاهل الموت ألف مرة وليه ما قلتليش؟ أكيد كنت هتكشف حاجة انت مخبيها عليا الورق أنا بعت الورق لأمينة بعد ما خسرت كل حاجة ملقتش لنا ولا مراتي ولا بنتي فلوس حتى ناكل بيها لقيت أمينة بتتصل بيا وعايزة تقابلني أنا كنت رايح عشان أقتلها لقيتها بتستقبلني بشيك وباتفاق قالت لي إن في واحد من اللي كانوا شغالين معاك في تهريب الفلوس بيدور على ورق عزة منصور ما قالتليش على اسمه هي كمان ما تعرفش أهمية الورق ده الحكاية كلها إنها بعت ورق بصوت فلوس وأنا كمان كنت عايز أقف على رجلي من تاني والورق نفسه ما كانش له أي أهمية طول ما أنت في السجن وإحنا كلنا كنا عارفين إنك عمرك ما تطلع منه وما قلتليش ليه وقتها لما خرجت ما كانش نفسي تخلص كده يا صاحبي وأنا كمان يا رحيم ما كنتش عايزة تخلص كده لكن يا صاحبي اللي عاش عشتنا لازم تبقى دي النهاية يا واطي يا كلب هشام انت مجنون يا واطي انت كويس يا هشام ليه كده يا حلمي ليه اجيب حقيبة انت يا رحيم طب وحقي زياد حقي زياد انا اللي هجيبه يا رحيم لا يا رحاب كفايه دم وحقي زياد يا رحيم حقي زياد هنجيبه بس من غير دم
البيت دي. خد بالك من حنان وريم. حنان وريم رحيم. يلا بينا يا رحيم، مفيش وقت، حياتك في خطر.